السلام عليكم، ازيكم شباب؟ اهلا بكم مره تانية. معكم مهندس محمد الشيخ. النهارده باذن الله هتكلم عن برنامج الويف اديتور. طبعا في ناس استجابت معايا المره اللي فاتت في برنامج اللوم، وهنبدا ان شاء الله النهارده الويف اديتور مع بعض اهو. الويف اديتور تاني برنامج من برامج النت جرافيك زي ما هو موجود قدامنا كده، اللي هو البرنامج ده. طيب يا شباب، دي واجهه البرنامج قبل ما نبدا فيه ونشوف الواجهه ونشوف الادوات اللي فيه وكده، نعرف البرنامج ده بيعمل. البرنامج ده بيصمم التراكيب النسجيه، بيسهل عليا ازاي اعمل التراكيب، تمام؟ طيب، وبيحفظها عنده في الجهاز. طيب التراكيب بتتحفظ عشان انا لو احتجتها بعد كده في المشروع بتاعي. يعني مثلا البرنامج فيه اصلا تراكيب اساسيه موجوده كتير، هو حافظها وموجوده ومتسميه زي ما احنا شايفين، مثلا اي بي سي، هو دي تراكيب محفوظه وموجوده قدامنا. طيب انا بقى دوري ايه؟ انا مثلا عاوز اشتغل لحمه زايده او مزدوج، تمام؟ طيب التراكيب بتاع المزدوج دي مش موجودة، لازم انا اللي اعملها، لازم انا اسيفها عندي في الجهاز، لازم انا اصممها من البداية علشان اشوف مثلا عاوز اظهر السدى الاولاني فوق، السدى التاني مثلا، اللحمة الاولى، اللحمة التانية، حسب ما انا بصمم القماش. هو ده التصميم، تصميم في التراكيب، تمام؟ طيب خلينا نبدأ مع بعض. اول حاجة بعملها ان انا ابدأ على زر نيو. طيب نيو بيديني، يقول لي عندك خيارين، لا اما سمبل لا كومبلكس، يعني تراكيب بسيطة ولا تراكيب مركبة، تمام؟ طيب انا خلينا في البسيط الاول، نبدا في البسيط. هنا بيقول لك ايه؟ نمبر اوف هوكس، نمبر اوف بيكس. هوكس اللي هو الشناكل زي ما احنا عارفين. طب الشناكل هنا بتدل على خيوط السدة. طيب البيكس اكيد اللحمات. هنا بيقول لك عاوز كام سدة في كام لحم، اكيد هناخد مثلا، خلينا 4 في 4. طيب البرنامج بسيط جدا، وبزر الماوس تتكه كده ترسم اللي انت عاوزه بسهولة جدا، تمام؟ خلاص انت كده رسمت مبرد 1 على 3. طيب هو بيديني اختيارات ايه؟ الجهاز هنا او البرنامج هنا بيديك اختيارات اللي انت ممكن فيها. حاجة هنا ممكن تخليك انفيرت، تعكس العلامات، يعني المليان يبقى فاضي والفاضي يبقى مليان. بصوا كده بقى مبرد 3 على 1، تمام؟ طيب دي اول ميزة هنا. طيب انا عملت تركيب بسيط اهو من 4 في 4، 4 سدة في 4 لحمات، عاوز اسيفه، اقوم على طول مسيفه من هنا على طول، واقوم تك سيف او اللي هو تحفظه في الويفز. الويفز دي تبع البرنامج، يعني في اللايبراريز تبع، تخش في السي وبعدين النت جرافيك لايبراريز، هتلاقي الويفز، تقوم حافظه بأي اسم، مثلا ده تسميه مثلا مبرد لأن ده مبرد، تمام؟ تقول طيب خلاص، واقوم حافظه عندي وخلاص خلصت من المبرد. تاني ميزة عندي ان البرنامج نفسه بيساعدني ان انا اعمل التركيب البسيطة دي. طيب ازاي؟ لو انا اتكيت على علامة الشبكة دي، بيجي لي قائمة فيها 3 حاجات. اول حاجة ستان تول اديت، ستان اللي هو الاطلس، تول المبرد، الاديت اللي هي ازاي تتحكم. هنشوف دلوقتي ازاي تكبر المساحة وتقلل. طيب خلينا في الستان هنا، ازاي بتتحكم او ازاي بيساعدني ازاي اعمل التركيب. بيقول لك انت عاوز تعمل اطلس كام، السايز بتاعه كام، تقول له مثلا 5. طيب عاوزه العدة بتاعته، عدة الأطلس من اللحمة 2 مثلا اهو، والعدة من السدة طبعا 3. هو رسمه لك على طول. طيب هو رسمه لي على طول، في حاجات تانية تحته اهي. طيب دي بتزود، لو انا عملت كده شوفوا، عمل امتداد للحمة، عمل علامة امتداد للحمة، واللي تحتها امتداد علامة للسدة، فهيبقى في كلا الاتجاهين زي ما احنا شايفين كده. طيب هرجعه تاني عشان تاخدوا بالكم. طيب ايه اخر حاجة دي اللي هي اسمها اوفسيت؟ دي اوفسيت دي بتعمل ازاحة، ازاحة للحمات او السدة. يعني ايه ازاحة؟ يعني مثلا السدة ده اهو، تمام، دي علامة السدة الاولى، عاوزها تطلع هنا، تمام؟ يعني اجيب الرقم 5 دي تحت ودي تطلع علامة لفوق، ازاحة، تمام؟ يعني ايه؟ يعني الرقم دي رقم 5 اهو، اللحمة رقم 5 تيجي تحت، تمام؟ تعالوا نشوف كده ايه اللي هيحصل. مثلا بصوا كده، لو انا عاوز اللحمة ازاحها بمقدار 1، تمام؟ بصوا اللي حصل، اللي حصل ان ايه؟ بدأ من اللحمة كام؟ التانية، بدأ من اللحمة التانية. انتوا اكيد مش واخدين بالكم، تعالوا نشوفها في الكتاب متوضحة. بصوا كده الفرق بين ده اهو، ده اللي حصل لما انا عملت الازاحة 2. بص 1 2 3 4 5، هنا 2 3 4 5 1. راجعوها بالراحة كده ووقفوا الفيديو، هتلاقوها واضحة معاكم ان هنا العلامة رقم 2 هي اللي بقت تحت، بدأ باللحمة التانية، تمام؟ طيب في ايه تاني عندنا في البرنامج؟ كذلك طبعا المبرد، المبرد نفس الموضوع، لو انت عاوز مبرد 3 اهو او 4 على 1، انت طبعا عاوز تزوده، عاوز الامتداد بتاعه. خلاص عرفنا الدنيا هنا، كذلك الازاحة، لا
طيب انا في حاجة بس بتزيد في المبرد، اللي انت عاوزه اتجاه الزد او اتجاه الاس كده، تمام؟ ده اللي بس بيزيد في المبرد. طيب ايه الايديت دي اللي احنا قلنا عليها يا باشمهندس؟ الايديت دي بتزود المساحة، بتزود، انا عاوز المساحة 5، عاوزها 4. طيب بتزود مساحتك او تقللها زي ما انت شايف كده. طيب انا عجبني الشكل ده او التركيب ده، تمام، واقوم هنا يقول لك سيف از وتسيفه زي ما اتفقنا باي اسم انت عارفه، تمام، وتقوم عامل خلاص سيف وخلصنا منه. دي الميزه التانية. طب في كمان ميزه اللي هي الميزه التالتة هنا جنبها اهي، بتقول لك فيو كروس سيكشن. هنا بيقول لك انا هوري لك السكاشن او ازاي حركه مرور السدى على اللحمه او العكس. طيب ده بالنسبه لنا اول حاجه، السدى على اللحمه ولا اللحمه على السدى؟ العلامات الحمراء دي السدى. طيب اللحمه بصوا معديه من تحت السدى الاولاني وفوق التاني، بصوا كده اللحمه اهو معديه من تحت الاولاني وفوق 3، اللحمه اللي هي البيضه دي، ده بيشرح حركه اللحمه رقم 1. طب لو عاوز السدى، او متك على العلامه دي كده، شوفوا السدى، السدى هو اللي فوق اول علامه وتحت 3، بصوا السدى اهو الاحمر بقى فوق وتحت 3، خلاص. طب لو عاوز اشوف مثلا الاول والتاني، بعمل فصل، حاجه اسمها فصل كده في لوحه المفاتيح، واعمل رقم 2 واتك انتر، بصوا جاب لي حركه السدى الاول والتاني، الاول اهو والتاني اهو، تمام. دي برضو ميزه بتوري، لو عاوز اشوفهم كلهم بعمل شؤول كلهم على بعض، لو عاوز اشوف اللحمات بشوف اللحمات، دي حركه اللحم، تمام. وكذلك دي حاجة كويسة جدا اللي مش متخيل شكل تركيب او حاجة، بتبقى في التركيب اللي هي المركبة بتبقى اوضح كتير. ندخل يا شباب على التركيب المركبة. نخرج من ده كده، نقول له نو مش عاوزين نسيف، وبعدين نعمل نيو، نقول له كومبلكس بقى. طيب هنا بقى التركيب المركبة بتختلف في ايه؟ هنا بيقول لك نمبر اوف واربس ونمبر اوف ويفتس، عدد السدوات وعدد اللحمات. طيب ايه الفرق بين التركيب البسيطه والتركيب المركبه؟ التركيب البسيطه اللي هي النقشه العاديه بلون واحد، يعني الاطلس والمبرد والساده، تمام، بلون واحد، يعني ما فيش غير واحد بس في اللحمه، لون سدا ولون لحم. طيب انا لو عملت مثلا نقشه عاديه بلونين او ب3 الوان، يبقى انا عندي نوع واحد بس من السدا ولونين او 3، خلينا 3، تمام، من اللحمه. طيب شوفوا هيعمل لي ايه، اداني سدا واحد اهو اللي هو بالطول ده و3 لحمات، 1 2 3. طيب النقشة العادية ب3 الوان، لو انا عاوز اظهر لون لحمة، معناها اللي انا بعمل ايه؟ اللون اللحمة اللي هتظهر بحط لها اطلس، اطلس لحمة عشان يظهر. يبقى انا مثلا عاوز اظهر اللحمة الاولى اهي، حطيتها كلها اطلس. طيب اللونين التانيين اللي هو ده وده، اللحمتين التانيين حطهم سادة عشان ما يظهروش، تمام. يبقى دي النقشة العادية ب3 الوان، تمام. طيب تعالوا نشوف في الكتاب كده، هنا نفس القصة اهو، بس عامله اطلس 16، الدكتور عامله اطلس 16، فاللحمة الاولى حاططها ايه؟ اطلس، تمام. اللحمة التانية حطها اطلس سدا علشان برضو السدا اللي يظهر مش اللحم، تمام. والتالتة كذلك اطلس سدا 16. طيب ده عشان ظهور اللحمة، انهي اللحمة الاولى زي ما انتم شايفين. طب تعالوا كده نشوف اللحمة التانية والتالتة، التركيب ده بيظهر اللحمة رقم كام؟ رقم 2 اهي، اللي هي الفاضية دي، الفاضية دي رقم 2. طب هنا رقم 3، تمام، اللحمة الفاضية، لأن العلامة الفاضية بتساوي لحمة، هي دي اللي هتظهر. يبقى أنا اللحمة رقم 3 اللي هتظهر في الوش، وهنا اللحمة رقم 2، تمام. طيب تعالوا نخش على حاجة معقدة أكتر، تركيب مركبة أكتر، اللي هي مثلا عاوزين مثلا نعمل مزدوج. نخش على المزدوج، خلاص النقشة العادية بلون واحد ولونين، خلاص خلصنا منها، نخش على المزدوج. طيب عشان أعمل المزدوج ده، طبعا هخرج من هنا، اوكي، اقول له نو. طيب البرنامج قفل، احنا خرجنا منه خالص، ندخل تاني على البرنامج، نقول له نيو كومبلكس، عاوز نوعين من السدة ونوعين من اللحم. ليه؟ لان المزدوج يبقى نوعين، طبقتين، طبقة فوق وطبقة تحت، لان انا عاوز بقسم خيوط السدة لنوعين، وعندي لحمتين، لحمة بتشتغل في الوش ولحمة بتشتغل في الظهر. طيب خلينا 2 كده دلوقتي ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب قسمها لي 2 اهو، ادا 2 سدة، ادا واحدة سدة وواحدة سدة، تمام، وادا واحدة لحمة وواحدة لحمة، خلاص. طيب معناه ايه؟ معناه مثلا ان انا لو عندي 100 خيط، تمام، 100 خيط، عندي نوعين من السدة، نوعين من السدة، يعني مثلا لون احمر ولون اسمر، فقسمتهم بالترتيب احمر اسمر احمر اسمر، فتلة وفتلة كده، فتلة أحمر فتلة أسمر، فمعناها إن أنا بقى عندي 50 فتلة أحمر و50 فتلة أسمر بالترتيب، تمام. طيب
انا عاوز اظهر الاحمر، الاحمر في الوش فوق في وش القماشه، والاسود يبقى تحت. خلاص طيب، انا علشان اعمل قاعده المزدوج ببساطه خالص، اي قاعده المزدوج بتقول ايه؟ عند مرور لحمات الظهر ترفع فتل الوجه. يعني ايه ترفع فتل الوجه؟ يعني كلها تترفع كده. يعني انا لو حطيت العلامه دي بتاع الرفع دي، رفع كل العلامات حطيتها هنا، فدي بتوضح لي حاجات كتير قوي، بتوضح لي ان دي بقت فتله الوجه ودي لحمه الظهر. لان عند مرور لحمات الظهر اهو ترفع فتل الوجه، فتل يعني السدة، يعني يقصد السدة. فهنا وضحت لي ان دي فتله الوجه ودي لحمه الظهر. طيب عاوز احط بقى التركيب بقى براحتي خالص، عاوز احط مثلا في الوجه السن الممتد مثلا، حطيت اهو سن ممتد تمام، واحط مثلا اي تركيب في الباك بقى هنا كده، ده هنا بحط تركيب الباك بقى اطلس 4. خلاص طيب، ده يبقى الشكل النهائي اللي انا بسيفه، اللي انا بحطه في المكنه عشان المكنه بتفهم التركيب ده، تقوم تطلع لي قماشتين. القماشه الطبقة اللي في الوش فيها هيبقى سن ممتد تمام، على اللون الأحمر اللي احنا اتفقنا اللون الأحمر هو الأولاني تمام. طيب وفي الباك هيبقى القماشة السمراء تمام، بظهرها اللي هو الأطلس. يبقى أنا عندي قماشتين، قماشة سن ممتد في الوش، دي فتلة الوش أهي، وقماشة في الباك اللي هي أطلس 4 تمام. طيب هنا في أي نوع من التماسك؟ لا مفيش أي تماسك، ده مزدوج عادي جدا، أبسط أنواع المزدوج. لما بشوف علامة الرفع هنا كده معناها ان دي فتة الوجه ودي لحمة الظهر. العلامات المساعدة المفروض اللي انا باخد بالي منها في التركيب من هنا كده قدام شوية هتعرفوا تقدروا توضحوه. طب هي العلامة ده اهي وده اهي وده اهي، ودي اللي انا بشيلها دي، بصوا كده علامات المساعدة اهي تمام، انا مسحتها، دي انا بمسحها واحده واحده، بصوا بتمسح معايا. ولو انتوا واخدين بالكم عاوز احطها تاني، بفحص التك على ام كده يطلع لي ام، دي المليانه اهو، اقوم حاطه كده، رجع تاني التركيب تاني خالص اهو. طيب التركيب هنا كان ناقص علامه انا مسحتها بالغلط. ده شباب المزدوج البسيط، ابسط نوع من المزدوج اللي هو 2 نوع من السدة و2 نوع من اللحم تمام. السدة الاولاني ده السدة اللي هيظهر في الوجه لان عليه علامة الرفع. طيب ده السدة التاني اللي هيبقى تحت، ليه؟ لان عليه تركيب الباك اهو تمام، لان دي لحمة الباك لحمة الظهر تمام، وده اللي هو فاضي فاضي في، يعني علامة الرفع اللي بتكون على السدة، السدة اللي بيكون عليها علامة الرفع هو فيس بتاع الفيس او بتاع الوجه. طيب ده بما اني في المزدوج البسيط بالمرة هعلمكو حاجة اللي هي التماسك. لو انا عاوز اعمل التماسك، التماسك فيه نوعين من التماسك، تماسك بالحذف، وده بيتم حذف من العلامات المساعدة. يعني انا بحذف من العلامات دي، لو انا عاوز احذف منها بصوا كده، مش دي العلامات المساعدة، علامات المساعدة وحذفت علامة، لو انا حذفت علامة كده ممكن احذفها بأي طريقة كانت. يعني مثلا لو حذفت كده مثلا ودي ودي كده، انا حذفت عن طريق تركيب مثلا سن ممتد 2 في اتجاه اللحم تمام. يعني ماشي، احذف 2 باتنين كده اهو، خليته عامل كأن تركيب السن الممتد تمام. طيب لا انا مش عاوز كده يا باشمهندس، انا عاوز اعمله كله تاني مليان، هرجع المليان تاني، ام عاوز احط اعمل تماسك بالاضافة تمام. ايه التماسك بالاضافة؟ التماسك بالاضافة ده معناه لو انا عاوز اضيف علامات، يعني باختصار بحط اي تركيب هنا بيبقى هنا في المنطقة دي كده، كده انا ضفت علامات. شوفوا مثلا العلامة دي انضافت اهي، والعلامة دي والعلامة دي، بصوا كده علامات الإضافة تمام. ده تماسك الحذف وتماسك الإضافة. طيب واحد يقول لي باختصار يا باشمهندس عاوزين نختصر ونعمل تراكيب المشروع، هتبقى عاملة ازاي؟ طيب تراكيب المشروع باختصار شديد هتبقى مزدوج. طيب مزدوج يا اما ب3 لحمات 4 لحمات زي ما يكون بقى تمام، حسب المكنة او انت حسب تصميمك تمام. خلينا نقول مزدوج مثلا ب4 لحمات، يعني مزدوج يعني نوعين من السدة تمام. طيب انا لو عندي حاجة زي الجبلان طبعا بزود انواع السدة تمام، الجبلان مثلا بيكتر بتوصل 6 و7 وارقام كبيرة، انت ممكن تحط سدوات انواع سدوات مختلفة. لا انا هعمل مثلا نوعين من السدة و4 من اللحم تمام. بصوا اللي حصل، نوعين من السدة اهو، السدة الاولاني والسدة التاني، ولحمة 4 لحمات، 1 2 3 4 خلاص. طيب انا عاوز اول حاجة قلت لكم قاعدة المزدوج مثلا ايه بتقول ايه، لما تشوف العلامة دي كده
اللحمتين دول كده يعني اتكتب عليهم اللي هم يبقوا لحمات ضأن. خلاص طيب، ده ايه سيدا الوجه ودي لحمات الضأن. طيب انا لو سبتهم كده من غير اي حاجة قصادهم هنا يبقى دول بقوا حشو. لو انا سبت علامات الرفع بس كده يبقى اللحمتين، لو انا سبت علامات الرفع دي ودي يبقى اللحمتين دول بقوا حشو، خلاص مش هعمل فيهم حاجة تاني. طيب عاوز اعمل بقى لحمة تبقى في الوش ولحمة في الظهر، تمام. طيب لحمة الظهر علشان تعملها تحط كمان واحدة شغالة في الظهر، لازم تحط لها بقى تراكيب، تمام. اي تراكيب موجودة، تمام. اعمل ريفرش كده. لو انت حطيت تركيب هنا قصاد اللحمة كده بقى دي لحمة الظهر، اما دي بقت حشو اللي انت بتسيبها علامات مساعدة كده. اللحمتين دول، اللحمتين دول ده وده 3 و4 بقوا حشو، اما دي بقت ظهر. طيب الوجه بقى، لو انت حطيت اي تركيب تاني في الوجه، تمام، برضو عاوز اي حاجة من السن ممتد اهو كده بقى هنا في الوجه. ليه؟ قصد علامات الرفع، ده الفتلة اللي هتظهر في الوجه، الفتلة رقم واحد ده هي اللي هتظهر في الوجه. طيب اما دي، اما دي في الظهر، اما دول حشو، خلاص. طيب انا لو عاوز اخلي الظهر خلط بين لحمتين اللي هي التانية والتالتة، اقوم عامل لها ايه خلط على حسب بقى ما انا هخلطهم، اخلطهم بتركيب ايه مثلا. خليته مبرد واحد على التلاتة مع التركيب ده اهو اللي هو 3 على 1، ده هيبقوا لحمة التالتة والتانية في الظهر مخلوطين، هو بيطلع لك الشكل النهائي ده. ده اللي بتسيفه بقى وتكتب عليه مثلا خلط اللحمة التانية والتالتة، تمام. ومثلا بتبقى عارف ان الرابعة حشو. هنا ده التصميم بقى، انت عاوز التانية والتالتة تظهر في الظهر والاولى تظهر في الوش، تمام، والرابعة تكون حشو، تمام. طيب تقوم مسيفه، تمام، احفظوا الكلام ده كويس او راجعوه تاني مع نفسكم علشان ده اللي هيبقى شغل المشروع. طيب تعالوا نشوف في الكتاب كده بيقول ايه. هنا المزدوج اهو، خلاص المزدوج البسيط حط هنا في احنا بندور على علامات الرفع نعرفها، يبقى دي فتلة الوجه على طول، يبقى هنا اللي حط في الوجه اطلس لحمة اهو، وفي الظهر للسن الممتد. طيب هنا دور على علامات الرفع، اول حاجة علامة الرفع اهي، يبقى دي فتلة الوجه ودي لحمة الظهر عكس، خلاص. هنا عمل ايه؟ عمل 4 سدوات، يعني معناها اللي هو خلط السدا الاولاني والسدا التاني والسدا التالت والرابع مع بعض عشان يخلط اهو، خلط فتتين السدا بتركيب اطلس سدا ايه، اطلس 8 سدا للوجه واللحمة الاولى والظهر سد سدا ممتد 2 على 2 في كلا الاتجاهين، تمام. طيب هنا ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف سريعا كده مع بعض. هنا عندنا 4 لحمات اهم، دول الاتنين دول ظهر، ليه؟ لان عليهم ايه علامات الرفع، اللحمتين دول ظهر، اما الفتلة دي فتلة وجه، تمام. عند مرور لحمات الظهر ترفع فتل الوجه، طبق القاعدة هتستريح. يبقى هنا خلط اللحمة الاولى والتانية في الوجه واللحمة التالتة والرابعة في الظهر، خلاص. نركز الشباب في التركيب، انا عارف اللي هي انا طولت عليكم النهارده بس التركيب مهمة جدا، تمام. دايما عاوزكم اول حاجة تبصوا عليها علامات المساعدة، تمام. لو انت عرفت العلامات المساعدة سواء هنا في على البرنامج نفسه او في التركيب النهائي هتستريح وهتعرف التركيب بسرعة جدا. يعني هنا لو انا بصيت على علامات المساعدة فبعرف ان دول لحمتين على طول ظهر ودي فتلة الوجه، تمام. يبقى هنا زي ما قلنا خلط اللحمة الاولى والتانية في الوجه، بصوا كده اهو، اللحمة الاولى والتانية اللي هما الاتنين البيض دول هيظهروا في الوجه مخلوطين مع بعض، اما اللحمة التالتة والرابعة مش باينين خالص وما فيش اي علامات للحمة غير ادا 1 2 3 4 4 علامات بس للحمتين، فمعناها ان اللحمتين هيظهروا في الظهر مخلوطين مع بعض بتركيب السن اهو، سن الممتد 2 على 2 في كلا الاتجاهين. طيب عاوزكوا تركزوا برضو لما تشتغلوا مع نفسكم، عاوزكم تشتغلوا وتركزوا على العلامات المساعده. طيب يا باشمهندس احنا بنتلخبط، هنعرفها ازاي؟ إيه العلامات المساعده؟ انت ممكن تعرف تشوفها شغاله على الفتله انهي او متكرره على الفتله انهي. طيب هنا مفيش علامات اهو في اي حاجه من دول، فهي اكيد العلامتين ده هم المساعدين، العلامتين دول دي علامات مساعده، ده اهي وده اهي، تمشي بقى معاها كده هتعرف تجيب العلامات المساعدة، خلاص. طيب النهارده نكون وصلنا لنهاية السكشن بتاعنا، يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله في برنامج التكسل. السلام عليكم.